كتيرة هتلاقيها عالحيطان تحكي عن الروح اللي هو سرها ريحة بلد هتشمها هنا في المكان الأهل فيها في حلوها وفي مرها كل شارع في الوطن كل حارة كل حي كل خطوة بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة أعضاء الجمعية العمومية، والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، أهلا بحضراتكم. السادة الحضور، بنشرف بوجودكم معنا النهاردة وسعداء بوجودكم معنا في هذا التقليد الجديد، هذا النهج الجديد اللي بينتهجه مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب في إطار فكرة أو المعنى الكبير والمعنى الأشمل عائلة الأهلي البيت الكبير. بيجمع النهاردة هذا الاحتفال كل نجوم المتميزين، النجوم الكبار على مستوى الفئات العمرية، المراحل العمرية المختلفة، من الفيرست تيم أو من الفريق الأول في أي رياضة، في أي لعبة فردية أو جماعية، إلى مستوى النشء، إلى مستوى البراعم، اللعبات الفردية واللعبات الجماعية. ولأول مرة في هذا التكريم حصاد موسم كبير، موسم منقضي مليء بالبطولات والإنجازات والميداليات على كافة المستويات، وانطلاقة ودفعة معنوية من المسؤولين في النادي ومن أعضاء الجمعية العمومية والجماهير تقديراً لجهودكم. أبطالنا الموجودين معنا النهاردة اللي بنشرف بمشاركتهم وتكريمهم في هذا الحفل، لأول مرة بيتم الجمع في إطار الفكرة الأشمل وهي عائلة الأهلي بين نجوم كرة القدم، نجوم الفريق الأول، أبطالنا في كرة القدم، وطبعا الفريق المرموق اللي طالما أسعدنا على كافة المستويات محليا وقاريا وعربيا ودوليا مع أبطالنا وإنجازاتهم على مستوى اللعبات الفردية والجماعية، وإن شاء الله يستمر هذا التقليد. وعلى بركة الله بنبدأ هذا الحفل الكبير. هنبدأ النهاردة بالحديث عن قيم وأمور كثيرة جدا ومبادئ ارتبطت دائما أبدا منذ عام 1907 وحتى اليوم بالنادي الأهلي المصري، وأصبحت سمة من سمات النادي الأهلي وجزء من شخصيته، جزء لا يتجزأ من شخصية هذا النادي العريق. كل القيم المتعلقة بمعنى وفكرة البطولة، الإنجاز، عدم الاستسلام، المنافسة في كافة الاتجاهات، تخطي المراحل الصعبة، متهيألي أنتوا أبطالنا اللي بتعبروا عن ده كل سنة في كل الاتجاهات بحجم البطولات والأرقام القياسية اللي بتحققوها واللي بنفتخر بيها كلنا. وعشان كده كانت الرسالة اللي بتخرج النهاردة وبيقدمها لحضراتكم مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي وأعضاء الجمعية العمومية والمشاهدين اللي بيتابعوكم في كل مكان داخل وخارج مصر، الحفاوة والتقدير وكل ما يتعلق بالتكريم اللي بتستحقوه عن جدارة. هنتكلم النهاردة عن بعض الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي والقيم اللي ارتبطت بهذا النادي على مدار 111 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. عوامل كثيرة جدا، عوامل اكتملت في النادي الأهلي، عوامل وعناصر للنجاح قلما تتكرر في أي تجربة. عشان كده تكامل بفضل الله سبحانه وتعالى هذه العوامل، الإدارة والفكر الصحيح والتخصص وتوزيع الأدوار والمبادئ والقيم والتاريخ والتطوير والحرص على توفير كل ما يلزم للأبطال واكتشاف الموهبة المتميزة اللي ممكن يبنى عليها، اللي بتضيف للنادي الأهلي وبتكتب سطور مضيئة جديدة في تاريخه الحافل والمليء بالبطولات، وبتفيد منتخباتنا الوطنية في كل مجال سواء رياضة فردية أو جماعية أو طبعا في المقام الأول كرة القدم. احنا سعداء بيكم جميعا. هذه التجربة المتميزة أعتقد أن من يريد أن يقتدي بها أو من يريد في أي مكان داخل أو خارج مصر أن يحذو حذو النادي الأهلي، على أقل تقدير أعتقد أنه قدامه 111 سنة من الجهد والعمل والإنجازات حتى يستطيع أن يحذو حذو النادي الأهلي. إن شاء الله التجربة تستمر وتزداد نجاحاً كل عام، إن شاء الله تحققوا لنا بطولات أكبر ونتكلم، واللقاءات اللي بتتم واللي حريص عليها مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي مع أبنائنا وبناتنا اللي احنا فخورين بيهم جداً النهاردة، بيستمعوا لوجهات نظركم، بيوفروا لكم كل ما هو مطلوب في الفترة الجاية عشان تستمروا على هذا الطريق مزيد من النجاح وتحققوا نفس الأرقام القياسية وأكثر إن شاء الله. احنا معاكم النهاردة بنشارك في هذا الحفل من هذا المكان العريق استاد التتش، ومعايا مجموعة كبيرة من زملائي الإعلاميين كمان بيتولوا التغطية معانا لهذا الحدث وهذا الحفل الكريم عبر شاشة قناة الأهلي.
زملائنا الزميلة الإعلامية هتكون معنا النهاردة وهتكمل تقديم التفاصيل الخاصة بالتكريم والإنجازات والأرقام اللي تحققت على مستوى كافة الرياضات، زميلتنا الإعلامية مروة الشرقاوي، زملائي الإعلاميين مع حفظ الألقاب للجميع عبد الحميد حسن وأمير هشام، وكتيبة كبيرة من زملائنا بيشتغلوا النهاردة للمتابعة ولتقديم هذه الصورة ونقلها إلى كل المحبين وكل المهتمين بأخبار النادي الأهلي داخل وخارج مصر. إن شاء الله تستمر نجاحات، وهيختتم هذا الحفل أعتقد النهاردة في النهاية هيكون مسك الختام الكلمة اللي هينقلها والمعبرة عن قلوب الأهلوية وعن وجهة نظر الجمهور الأهلاوي وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤولين في الإدارات التنفيذية، كل ده هيتم التعبير عنه والتقدير اللي بتستحقوه أكثر من خلال ختام هذا الحفل اللي هيكون مع كلمة رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب. اسمحوا لنا سريعا ندخل في موضوع التكريم ونبدأ باستعراض الأرقام والإنجازات اللي بنتمنى تتكرر وتزداد كل عام. بعد قليل هتتولى المهمة زميلتي العزيزة الإعلامية مروة الشرقاوي. بشكر حضراتكم، سعداء دايما وبنشرف بوجودنا معاكم في البيت الكبير في النادي الأهلي. حضراتكم الحضور الكرام، وتحية كبيرة لكل شخص متواجد داخل أسوار القلعة الحمراء. يسعدني ويشرفني أن أنا أكون متواجدة مع حضراتكم النهاردة، بشارككم هذه المناسبة السعيدة، ويا رب دايما في أفراح واحتفالات وتكريم لكل فرد داخل القلعة الحمراء. من أكثر من قرن ويزيد، حوالي 111 سنة من نشأة النادي الأهلي عام 1907، كيان وقلعة رياضية مصرية ومن أكبر قلاع الرياضة في أفريقيا والعالم العربي. النادي الأهلي اللي استطاع أنه يسطر تاريخ مجيد من البطولات ولم يقتصر أبداً على لعبة واحدة. أسهم في إمداد المنتخبات الرياضية الفردية والجماعية وشكل ذخيرة حية حققت العديد من الانتصارات. استطاع أبطال وبطلات النادي الأهلي حصد البطولات باسم النادي الأهلي وباسم مصر بلدنا الحبيب. النهاردة بنشوف احتفالية للجميع، مفيش تمييز لعبة معينة عن الألعاب الأخرى، مفيش تمييز لعبة جماعية عن لعبة فردية، الكل واحد تحت مظلة القلعة الحمراء. تكريم اليوم لأصحاب المراكز الأولى صحيح، لكن الحقيقة أنه رسالة شكر وتحية كبيرة لكل واحد بذل مجهود من أجل إعلاء اسم النادي الأهلي. متجمعين النهاردة في جو يملأه التحفيز والتشجيع للأجيال اللي بتتعاقب وبتسلم الراية جيل بعد جيل زي عادة النادي الأهلي دايما. جماهير الأهلي العريضة ليها دور كبير في مسيرة النجاحات المستمرة بحرصها الدائم على مؤازرة ناديهم العريق في الأزمات قبل الانتصارات. وأخيرا الإدارة والأجهزة الفنية، اللاعبين واللاعبات والجماهير العظيمة هي عناصر لمنظومة متكاملة استحقت أن تكون ناجحة قولا وفعلا، واستطاعت أن تثبت أنها حقا عائلة واحدة، عائلة الأهلي. اسمحوا لي أبدأ مع حضراتكم بالألعاب الفردية وأبطالنا وبطلاتنا اللي دايما الحقيقة انتصاراتهم مستمرة، وزي ما قلت من شوية جيل بيسلم جيل. من آخر البطولات في الفترات الأخيرة كانت بطولة البحر الأبيض المتوسط في أسبانيا، وأيضا بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. ياريت أبطالنا وبطلاتنا في الألعاب الفردية يتفضلوا على المنصة. مصطفى محمود محي الدين عسل في الإسكواش، وهو أول بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة بالهند. محمد صلاح كاراتيكا تفردي 16 سنة أولاد، ثاني عالم منتخب مصر. محمود عمرو محمد كاراتيكا جماعي 18 سنة أولاد، ثاني عالم منتخب مصر. جيانا محمد فاروق كاراتيه ثاني بطولة البحر المتوسط راغونا بأسبانيا. علي أحمد خلف الله سباحة ثالث بطولة البحر الأبيض المتوسط. أحمد حسني سيد سكواش
والاتسام بالروح الرياضية في بطولة نيجيريا للسكواش. والروح الرياضية مش غريبة أبدا على القلعة الحمراء. حلا خالد حسين بدوي تنس أول زوجي بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. أحمد خالد راتب في السباحة أول وثالث بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. فارس يوسف عمارة سباحة ثالث بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. ساندي أيمن عاطف في السباحة وأول بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر، ثلاثة ذهب 800 متر 400 متر و 200 متر. ميار محمد جابر في السباحة ثالث بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. محمد مختار سيد موسى جمباز من الدرجة الثانية أول بطولة الألعاب الأفريقية في الجزائر. فرح سيد محمود موسى جمباز درجة أولى آنسات أول ألعاب أفريقية للكبار في ناميبيا. السيد أحمد لاشين تنس طاولة درجة أولى رجال أول أفريقيا. خالد محمدي محمد عصر تنس طاولة درجة أولى رجال أول أفريقيا. علي أشرف أحمد عبد الحليم غلاب تنس طاولة شباب أول أفريقيا. محمود أشرف حلمي عبد الحليم تنس طاولة شباب ثاني أفريقيا. محمد سامي ميشو سباحة كسر رقم قياسي جديد أفريقيا. دينا علاء الدين مشرف تنس طاولة سيدات ذهبية البحر المتوسط بإسبانيا. كريم سامي عبد الجواد سكواش أول بطولة العالم للفرق منتخب مصر. ياسمين الهواري كاراتيكو متي فردي أول بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. مصطفى محمد رفعت الغباشي كاراتيه فضة جماعي كاتا وبرونزية فردي كاتا بطولة العالم وفضت بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. وأخيرا وليس آخرا تؤى هشام في الكاراتيه وأول عالم مع المنتخب وبرونزية كاتا جماعي بطولة الألعاب الأفريقية بالجزائر. تمام. هنتابع مع حضراتكم هذه اللقطات وهذا الفيديو عن الألعاب الفردية. هنشوف مع حضراتكم عرض الفيديو الخاص بالكرة الطائرة.
نطلب من أبطالنا وبطلاتنا في الكرة الطائرة رجال وسيدات يتفضلوا على المنصة. الكرة الطائرة رجال واللي حلقت فيها في سماء الأهلي وسماء البطولات في موسم تاريخي دائما ما يتكرر بالحصول على العلامة الكاملة في جميع البطولات اللي شاركوا فيها وبحصولهم على بطولة الدوري العام وكأس مصر وبطولة أفريقيا. وفي قطاع الناشئين رجال أيضا حلقت طائرة قطاع الناشئين في سماء البطولات بحصول فرق تحت 17 و15 سنة على بطولة الجمهورية وحصول فرق 19 سنة و17 و13 سنة على بطولات منطقة القاهرة. أما في قطاع الكرة الطائرة سيدات وكما عودتنا فتيات الذهب للكرة الطائرة للسيدات على حصد جميع البطولات التي يشاركنا فيها وفي إنجاز دائما ما يتكرر منهن فقد حققنا العلامة الكاملة بالبطولات التي شاركنا بها وبدون أي هزيمة في أي مباراة. قد فاز الفريق ببطولة الدوري العام وكأس مصر والبطولة الأفريقية والبطولة العربية. وعلى نفس الطريق تسير ناشئات الكرة الطائرة على نفس الطريق بتحقيقهن لبطولات الجمهورية تحت 18 سنة و14 سنة وبطولات منطقة القاهرة تحت 18 سنة و14 سنة. دلوقتي نشوف مع حضراتكم الفيديو الخاص بكرة السلة. نطلب من أبطال كرة السلة رجال وسيدات يتفضلوا على المنصة. للرجال حصل على بطولتي الدوري العام المرتبط وبطولة كأس مصر. أما في فرق قطاع الناشئين حصدت الفرق بطولتي الجمهورية تحت 18 سنة وتحت 16 سنة وبطولات منطقة القاهرة تحت 18 سنة 16 سنة و13 سنة. أما في قطاع كرة السلة سيدات الفريق الأول دائما على موعد
مع كتابة تاريخ جديد لأنفسهن وللنادي الأهلي بحصولهن على الرباعية التاريخية بالفوز ببطولة الدوري المرتبط والدوري العام وبطولة كأس مصر ومنطقة القاهرة في سابقة لم تحدث منذ عام 2007. وفي قطاع الناشئات حصدت فرق تحت 18 سنة و16 سنة بنات المركز الأول لبطولة الجمهورية وبطولة الدوري المرتبط تحت 16 سنة. وفي بطولات منطقة القاهرة حصلت فرق تحت 18 سنة و16 و14 سنة على المركز الأول. نشوف مع حضراتكم بعض اللقطات عن كرة اليد. رجال كوماندوز اليد حقق للنادي الأهلي بطولة دوري المحترفين وكأس الاتحاد المصري بدون اللاعبين الدوليين بعد منافسة شرسة مع المنافس التقليدي. وكذلك حقق الفريق الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس التي نظمها النادي في أبريل الماضي. بالنظر إلى قطاع الناشئين لكرة اليد حصل فريق مواليد 2000 بنين على بطولة دوري المحترفين المرتبط بالدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ هذا الجيل. وفي بطولة الجمهورية حقق فريق مواليد 2002 بطولة الجمهورية بعد ماراثون طويل مع الفرق المنافسة. وعلى نفس الطريق تسير فرق البراعم والصغار في بطولات كرة اليد المصغرة، حيث حصد فريق مواليد 2009 بطولة الجمهورية، وحصدت فرق مواليد 2005 2006 2008 المركز الأول ببطولة منطقة القاهرة. في قطاع كرة اليد للسيدات، وكما تعودنا من السيدات، سيدات يد الأهلي التي حصدن البطولات فقط، وحققوا فرق قطاع السيدات 18 بطولة. حصل الفريق الأول للسيدات بطولة الدوري العام وبطولة كأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. وباكتساح تام للبطولات حققت فرق الناشئات بطولات الجمهورية لفرق مواليد 98 أنسات 2002 2006 2007. وفي بطولات منطقة القاهرة حصدت فرق مواليد 98 2002 2004 2005 2006 2007 المركز الأول على مستوى منطقة القاهرة.
زي ما قلنا مع حضراتكم داخل القلعة الحمراء مفيش تمييز بين لعبة وأخرى، مفيش تمييز بين اللعبة الفردية واللعبة الجماعية. وإن كانت اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم هي كرة القدم، وفريق كرة القدم في النادي الأهلي هو فريق أكثر من رائع، حصد العديد من البطولات، أجيال تسلم أجيال الراية لرفع اسم النادي الأهلي عاليا. كرة القدم بالنادي الأهلي الذي يضخ الكثير والكثير لمنتخبنا الوطني الأول، ومستوى أداء متميز بين الفرق المصرية الأخرى. نشوف هذه اللقطات الخاصة بكرة القدم في النادي الأهلي. الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يتفضلوا على المسرح. وبعد صعود كل الفرق على مسرح مختار التتش في القلعة الحمراء، بنطلب من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتفضل على المنصة. بنرجو السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتفضل على المنصة. لقطات تذكارية بنسجل فيها الحدث، ومن احتفالية لاحتفالية بإذن الله تستمر عادات النادي الأهلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يمكن في البداية بحب أن أنا أشكر كل القائمين على هذا الحفل، الإدارة التنفيذية للنادي بكل اللي عاملين فيها ومجهودهم الكبير أن الحفلة ديت اتكررت. القرار فيها كان أول امبارح بس، يعني من 48 ساعة، أن يحصل كل هذا الأمر في 48 ساعة فده شيء الحقيقة مذهل وشيء لازم أن احنا نوقف عنده ونشكر الإدارة التنفيذية. كمان القائمين على الحفل من إخراج الأستاذ هشام جمال والأستاذ حازم هلال، كل الناس اللي ساهموا بجدية في إخراج هذا المشهد. كمان النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر والسادة الكباتن مديرين فنيين، ويمكن عملوا حاجة بتقول برضو للنادي الأهلي إن هم النهاردة ده يوم اللاعبين، فهم اللي قالوا كل اللاعبين بس اللي يكونوا موجودين، حتى الأجهزة الفنية اللي هي ليها دور كبير جدا مش موجودين على المسرح، الموجود النهاردة اللاعبين. عشان كده بشكر النشاط الرياضي بكل أجهزته وبكل إدارته. كمان في مشهد شايفه من ولادنا، ولاد النادي الأهلي وشباب النادي الأهلي اللي هم منظمين الدخول والخروج، وكل اللي انتوا شايفينه ده ليهم دور في تنظيمه، مع وليد مبروك ومع كل يعني الاساتذه والكباتن الموجودين. الحقيقه عملوا برضو في 48 ساعه ان هم ازاي يطلعوا حاجه تليق باسم النادي الاهلي. الشباب ده هم ده الشباب اللي ان شاء الله هيكون موجود في قيادات النادي الاهلي بعد كده، ولازم من دلوقتي بيتعودوا ان هم يشاركوا في تنظيم مثل هذه الامور، سواء مباريات او حفلات، علشان نخلق من خلالهم كوادر باذن الله قادرة على إكمال المسيرة في النادي الأهلي. الأبطال بقى، أبطالنا الحقيقة النهاردة هو يومهم، اليوم اللي احنا المفروض بنكرم فيه كل المراكز الأولى، اللي بيحصل على المركز الأول. النادي الأهلي يا جماعة ما بيفرحش إذا كان في أي مركز تاني، المركز الأول بس هو اللي فرح النادي الأهلي بجمهوره. عشان كده احنا النهاردة مع كل أبطالنا سواء من الناشئين حتى الفريق الأول، كلهم يعني بيتمتعوا بهذا الحس مركز الأول. ولكن كمان لأن أعتقد ده هو المكان الطبيعي للنادي الأهلي ولازم كلنا نحافظ عليه بإذن الله، لكن عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. تخيلوا كم بطولة السنة دي اتحققت، كم بطولة النادي الأهلي بكل ألعابه فردية وجمعية لاعبين ولاعبات اتحققوا كم بطولة؟ 296 بطولة. ده رقم فلكي، رقم عجيب، يعني الحمد لله رب العالمين. عشان كده احنا بنقول الحفلة دي مهمة. 700 لاعب في النادي الأهلي حقق هذا الرقم، 296 بطولة ما بين فردية وما بين جمعية. طبعا يمكن بحيي كل أبطالنا وعايز كلنا نشاركهم في التحية لتحية كل أبطالنا اللي على المسرح، مش بس بقى اللي على المسرح، كمان الموجودين دولت هم دولت يعني بيمثلوا كل أبطالنا التانيين. عشان كده أنا عايز الكاميرات اللي موجودة تروح للمدرج ده وتشوف الناشئين بتوعنا اللي موجودين، كل الناشئين دولت هم المستقبل، هم المستقبل، هم الأمل. وانتوا يا شباب اللي هتكونوا موجودين هنا قريب جدا إن شاء الله بمجهودكم وبإخلاصكم هتكونوا واقفين بإذن الله مكان زمايلكم دولت عشان تكملوا المسيرة بإذن الله. عايز أقول حاجة مهمة، من 1907 لغاية النهاردة ليه كم البطولات ده في كل الألعاب؟ مش معنى النادي الأهلي، النادي الأهلي في كل حاجة الحمد لله رب العالمين بشكل جبالي بشكل جماعي. من 1907 لغاية النهاردة كل مجالس إدارات تغيرت، وكل الإداريين اتغيروا، وكل المدربين اتغيرت، وكل اللاعبين اتغيرت، كله اتغير، حتى الكرة اتغيرت، كرة شكل الكرة يعني، حتى طرق اللعب اتغيرت، حتى طرق التدريب اتغيرت. اشمعنا النادي الأهلي؟ محدش فينا فكر ليه الأهلي؟ الأهلي من 1907 لغاية النهاردة بيحافظ على شخصية البطل. شخصية البطل دي مش من فراغ،
شخصية البطل دي هي المستمرة، هو ده الشيء المستمر. شخصية البطل النهاردة أن يكون عنده عزيمة، عنده إصرار، عنده طموح أن يكون دايما نمرة واحد، عنده شيء مهم جدا يتحمل الضغوط. اللي بيلعب في النادي الأهلي أيا كان، واللي بيمثل النادي الأهلي كمدرب أو كلاعب أو كإداري أو كعضو مجلس إدارة، بيمثل قلعة حمراء، بيمثل روح الفنانة الحمراء. التيشيرت دي ليها معنى، عشان كده شخصية البطل لازم تكون موجودة في الكل عشان النادي الأهلي يستمر. وأملنا كبير جدا بإذن الله كلنا نتمتع بالشخصية دي عشان النادي الأهلي بإذن الله يكون دايما في المقدمة إن شاء الله. لازم أشكر ناس الحقيقة إحنا مش حاسين بيهم، أولياء الأمور، الأب والأم. إزاي هنشكرهم؟ لأن الحقيقة كل واحد في شبابنا، كل واحد في الوافين حضراتكم، أبطالنا الوافين النهاردة عشان التكريم، كل واحد فيهم وراء أب وأم. الحقيقة دورهم كبير جدا جدا. إحنا لو بإيدينا كنا ندي الميدالية الذهب دي ندير الأب والأم، إن هم ليهم دور كبير جدا جدا في صناعة البطل. شخصية البطل ليهم دور كبير جدا في هذا الأمر. الحقيقة دور الأم، دور العظيم ده أو الأم العظيمة دي، إزاي بتقدر هي توفق ما بين تربية ولادها، ما بين شغلها، ما بين جوزها، إزاي توفق بين كل ده؟ ده أكيد يعني شيء عظيم لازم نفكر فيه. قد كده بيتتعب الأب الكادح ليل ونهار عشان يوفر معيشة طيبة لولاده، عشان يوفر احتياجات ولاده. يا جماعة دي كلها أمور يجب أن احنا نقف عندها كتير، لأن هي دي شخصية الأبطال. عايز أقول لكم حاجة أنا شفتها هنا في النادي الأهلي. جيت في يوم كده أنا مش عارف أنام، المهم روحت النادي الأهلي الساعة 6:30 الصبح، 6:30 صباحا داخل، طبعا مفيش ولا واحد موجود في النادي. روحت على حمام السباحة لأن عارف أنه في تدريب بدري جدا، وأنا داخل الحمام السباحة طالع فوق لقيت أم نازلة شايلة طفل، شايلة طفل على كتفها وماسكه بنتها ونازله بيها من حمام السباحه. خلصت التدريب، يعني واحده صاحيه كام دي عشان تتمرن الساعه 5، صحيت امتى عشان تيجي تشيل ولد نايم على كتفها، طفل نايم وبنتها واخدها في ايديها وراح عشان تتمرن. ايه دي؟ ايه الام دي؟ ايه ده؟ ازاي؟ انا وقفت افكر كده، بص على المنظر ده، ايه القدرات دي؟ ما القدرات دي تعمل بطل. القدرات دي عشان كده انا بقول ان الام والاب هم دولت الحقيقه اللي يحتاجوا منا تحية كبيرة جدا 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 لو سمحت. برضو في يوم زي دوت مش نقدر ننسى أبدا شكر لبعض الناس، أهمهم وأولهم الحقيقة جمهورنا، جمهور النادي الأهلي اللي هو من 1907 لغاية النهاردة. الجمهور ده حماية، جمهور النادي الأهلي العظيم جدا اللي بيقف ورا فرقته في كل وقت، مش بس فرقة كورة ولا باسكت. النهارده بشوف انا في ملاعب الباسكت والطايره والهاندبول واليد، حتى في العاب الماء والالعاب الفرديه، الجمهور ده ازاي بيدفع الاولاد دولت انهم يحققوا بطوله باسم الاهلي. فالجمهور ده الحقيقه له منا كل التقدير وكل الشكر. عايز كمان الحقيقه بهني زمايلي في اعضاء مجلس الاداره، لان اعضاء مجلس الاداره كل واحد فيهم في كان لينا كده زي متفقين على أسس معينة، محدش فيهم بيظهر في الإعلام، محدش بيقعد ينسب لنفسه حاجة، كلهم بيشتغلوا لصالح النادي الأهلي بس. علشان كده أنا بشكرهم جدا لأنهم قدامهم لسه مهمة ثقيلة جدا، كل واحد فيهم له كيانه وكمان بيفضل النادي الأهلي واسم الأهلي على نفسه وعلى شخصيته. فأنا بشكرهم جدا وبهنيهم على اليوم ده. كمان مش هنسى أبدا إن إحنا نهني المجلس السابق بقيادة المهندس محمود طاهر لأنهم شركاء معانا في هذه البطولات في هذه السنة اللي فاتت. يا جماعة هي دي، هو ده النادي الأهلي. لما يكون جمهور بأب وأم بناشئين وأبطال كبار بمجلس إدارة، مجالس إدارات متعددة، هي دي السلسلة اللي أنا بقصدها دايما، السلسلة الذهبية للنادي الأهلي اللي هي مش متوفرة في أماكن كتير. كلنا اشتغلنا عشان يوم زي دوت، والحمد لله ربنا كرم الجميع بيوم اعتقد من الايام الجميلة في تاريخنا يعني. وعايز اقول حاجة اضيف فيها برضو حاجة نهائية وحاجة اخيرة.
اللي احنا فيه ده النهاردة بالكم اللي انا شايفه ده النهاردة كم الابطال دولت هل موجود في حتة في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا؟ مش موجود الا في النادي الاهلي. عشان كده ده هو ده الناديكو يا جماعة. الكلام ده جميل اللي انا قلته ده كلام جميل وكلام كله فرحة، لكن انا عارف ومتأكد بعد ما يطفي النور النهاردة ده بقى تاريخ. البطولات دي اللي انتوا حققتوها بقت بطولات دي في التاريخ، خلاص هتبقى ورانا. البطولات دي بقت في التاريخ القادم. القادم ازاي نحققه وازاي بشخصية البطل نحققه؟ عشان كده مجرد ما يخلص النهاردة اليوم ده عندكم تحديات كبيرة جدا جدا، كل اللعبات تحديات كبيرة جدا، انك تحافظ على مستقبل شخصية النادي الاهلي اللي هي شخصية البطل، اللي هي محتاجين من حضرتك ان انت كلنا نتكاتف علشان بإذن الله جاي اللي جاي هيكون افضل ان شاء الله. انسى هدفنا دايما اللي جاي واللي سابق، هدفنا دايما المركز الاول. في بقى حاجة بختم بيها وهي النجمة الرابعة. النجمة الرابعة لكرة القدم، احكي لكم انا حكاية من سنة 48. 48 دي اول بطولة، اول بطولة دوري عام في مصر. قبليها كان في كاس سلطان حسين وكمان دوري القاهرة. النادي الاهلي هو اكتر واحد خد بطولات في السواء في الكاس او في دوري القاهرة. ثم من 48 لغاية يومنا هذا اكتر نادي حقق بطولات دوري عام، لو كان مع الدوري العام بس اكتر نادي حقق بطولات 40 بطولة دوري عام. ده حدث كنا لازم نقف عنده يا جماعة، ما بيتحصلش في العالم الا قليل جدا جدا. فالنهاردة جيل 48، من 48 لغاية حقق حوالي 11 بطولة، وبعدين جيل شرفت ان انا اكون موجود معاه حققنا حوالي 10 بطولات، الجيل اللي بعدينا حقق حوالي 10، يعني كلنا بنكمل. الجيل الاولاني ضاف نجمة، كانت نجمة واحدة. الجيل الثاني ضاف نجمتين، كل 10 بطولات بنجمة. الجيل الثالث ضاف 3 نجوم. والنهاردة الجيل بتاعنا اللي موجود ده كل التقدير ليه ولزمايله اللي اعتزلوا وما لحقوش هذا الحفل، كلهم كل واحد فيهم له كل التقدير لانهم حافظوا على شخصية البطل وحافظوا على قيمة النادي الاهلي وضافوا النجمة الرابعة. الحقيقة يمكن في النهاية او بختم ده بان انا بنعلن النهاردة او بعلن النهاردة ان شعار النادي الاهلي اللي هو على لفريق الكورة من النهاردة هيتحط عليه النجمة الرابعة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هتلاقيها عالحيطان تحكي عن الروح اللي هو سرها ريحة بلدها تشمها هنا في المكان الأهل فيها في حلوها وفي مرها كل شارع في الوطن كل حارة وكل حي كل خطوة بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي الأهل ومهور في الإباب قاعد سعد عشان خلاص عزت تلاقي والأكيد إن إحنا حنروح كلنا وإنت يا أهلي اللي باقي أسمت القلوب محروب تعب تكفي التنافس الطويلة من تعب إهدي قلوبنا الأهل هو الأهلي علشان من زمان وفي كل وقت يعلي دايما السماء راعي بلادنا ناجي كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان أكيد حفل أكثر من رائع وكلمات ورسائل مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصوص النجمة الرابعة في مشوار النادي الأهلي من حيث بطولات الدوري العام وأيضا الاحتفال بمختلف البطولات اللي فازت بها مختلف الفرق داخل النادي الأهلي. لكن معي في هذه اللحظات أحد نجوم النادي الأهلي وطبعا نجم صاعد بقوة مع الفريق صلاح محسن. صلاح برحب بك في البداية، عايز اتكلم عن الاجواء اكثر من رائعه، دافع وناحيه معنويه مهمه جدا احتفال زي ده النهارده، حابب تقول ايه؟ حابب اقول احتفال على اعلى مستوى جدا، انا ما شفتش كده طول حياتي، حاجات يعني مبهره بطريقه مش طبيعيه. دافع كبير طبعا للفرق الانديه كلها وان شاء الله المزيد من البطولات الفتره الجايه باذن الله. يا انت بقالك حوالي 6 شهور في النادي الاهلي واخد بطولة الدوري، بتساهم في بطولة افريقيا، جايين كمان من فوز مهم جدا جدا على فريق تاونشيب. طموحاتك مع النادي الاهلي وخصوصا بعد احتفالية مهمة زي دي والفوز ببطولة الدوري تحقيق البطولة رقم 40 ووصول النجمة الرابعة؟ ان شاء الله اللعبة كلها على قد المسؤولية، الفترة الجاية ماتشات صعبة، عندنا اهم حاجة بطولة افريقيا نركز فيها الاول باذن الله، وبعد كده نركز في بطولة الدوري والكاس، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. اللعيبه على قد المسؤوليه، اهم حاجه احنا مركزين ببطوله افريقيا وان شاء الله اللي جاي احلى يعني باذن الله. فرصه وانت معايا بقى نتكلم على المباراه الاخيره، فوز على تاونشيب، انتوا اكيد كان في صعوبات بالنسبه لكم من حيث الملعب، ارضيه الملعب كانت وحشه جدا، المناخ مش متعودين عليه، كمان كان ظرف وفاه والد ميدو جابر، اداكوا كل الامور دي اداكوا دافع ان انتوا تفوزوا وتعدلوا موقف النادي الاهلي في بطوله افريقيا وخصوصا ان احنا خلاص كده قربنا نصعد لدور الثمانية. احب الاول اعزي كابتن ميدو جابر اخويا، ان شاء الله يعني ربنا يرحم باباه ويجعل مثواه الجنه. ماتش الاجواء كانت صعبه، ملعب يعني اديك شايف، ربنا ان شاء الله يرجع بالسلامه جاي. ماتش كان صعب جدا علينا وكسبين في الدقيقه 80 جون، ماتش صعب بس الحمد لله قدرنا وبلعبتنا قدرنا ان نحقق الفوز. يعني رساله اخيره لكل جمهور النادي الاهلي اللي اكيد متابعنا كلنا في هذه اللحظات بعد هذه الاحتفاليه الكبرى والمهمه جدا لكل الالعاب الرياضيه داخل النادي الاهلي.
احب اقول لهم المزيد من البطولات. نادي الاهلي فريق كبير، هم حققوا البطولات ديت عشان خاطر هم لابسين تيشيرت النادي كبير مش اي تيشيرت، وان شاء الله ربنا يكرمهم الفتره اللي جايه يعني. شكرا صلاح بالتوفيق. ده كان لقاء مهم مع احد نجوم النادي الاهلي صلاح محسن، واكيد هو مستقبل بالنسبه للنادي، اكيد نتمنى له كل التوفيق والاستمراريه مع الفريق الاول لكره القدم في تحقيق المزيد والمزيد دايما من البطولات داخل النادي الاهلي. وده الهدف المهم لكل الالعاب الرياضيه داخل النادي الاهلي بعد هذه الاحتفاليه والكلمات المعنويه الهامه جدا من كابتن محمود الخطيب. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. احتفاليه اكثر من رائعه، ويمكن زي ما احنا بنقول عائله النادي الاهلي النهارده كانت كلها متواجده في ملعب مختار التتش، تكريم اكثر من رائع. مش هطول طبعا على حضراتكم، معايا يمكن المهندس محمد الجرحي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واحد اكيد صاحب المجهود الكبير في البطولات اللي احنا عشناها مع بعض الفتره اللي فاتت. النهارده يوم رائع على ما اعتقد، يوم مميز جدا، بنشوف لاول مره كل الفرق الرياضيه الالعاب الفرديه والجماعيه بتكرم، وتكريم كمان من كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره ليه تاثير كبير جدا يا محمد بيه. زي ما انت بتقول كده يوم مبهج، يعني فرح كل الناس فرحانه، كل الناس مبسوطه. يعني احنا سعداء ان يبقى في دايما انجازات والناس تبقى مبسوطه. تقليد دايما اتعودنا عليه في النادي الاهلي ان هو يكرم كل ابطاله من كل اللعبات، بنهنيهم وبنهني كل الاجهزه الفنيه. مجهود كبير في المواسم، سواء بقى الفرق الباسكت، الطايره، العاب جماعيه كلها، كره القدم، الالعاب الفرديه. النهارده طبعا حفله النجمه الرابعه، ومن بكره ان شاء الله النجمه الرابعه تبقى على تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله. يعني زي ما قال الكابتن الخطيب، البطولات ديت بقى خلاص بقت تاريخ، احنا عايزين نركز في اللي جاي. عندنا بطولات كتيره، عندنا موسم هيبدا خلاص بكره ان شاء الله، نجتهد وباذن الله النادي الاهلي دايما يفضل رقم واحد. استغل وجودك معايا، ويمكن فريق الكوره عايز اخصه الاداء المميز وتصحيح المسار الرائع جدا اللي بنتمنى ان شاء الله بمباراه الترجي باذن الله نصعد للادوار القادمه. بتشوف ازاي روح اللعيبه والاصرار والاداء الجميل ده. لكن قبل ما اسال، انا شايف وراك يمكن النجوم النهارده الشافعي وابو النصر وعدلي وسيف، وحاجه يمكن رائعه جدا. الاول تقول لهم يا محمد بيه طبعا على البطوله والاداء المميز بالنسبه لهم الفتره اللي فاتت، قول لي حابب تقول الاول الابطال قبل ما نتكلم على الكوره. طبعا بنبارك لهم على البطولات، انا بس بحس ان انا قصير في وسطهم، فيعني بنبارك لهم على البطولات، مجهود كبير، وان شاء الله مستنيين منهم اكتر في الموسم اللي جاي، واحنا معاهم خطوه بخطوه ان شاء الله اللي جاي افضل. اشكرك. شكرا. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. معانا نجومنا في كره السله، سواء ابو النصر، الشافعي، عدلي، سيف. ابدا طبعا بابو النصر جنبي على طول، تقول النهارده على اليوم المميز، اليوم الرائع ده، كلمات الكابتن محمود الخطيب، التكريم بشكل عام، حطينا النهارده وانطباعك ايه واحساسك ايه بعد الاداء المميز بعد النهارده واليوم النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم زي ده عمره ما يتنسي بالنسبه لنا، مفيش احتفال احسن من كده. كابتن محمود الصراحه يعني بيهتم قوي لما احنا بيحصل اي انجازات في النادي، بيعمل لنا حفله على قد، يعني ما فيش احسن من كده بصراحه. وطبعا يوم عمرنا ما هننساه، يعني يوم جميل الصراحه جدا. شافعي كابتن فريق النادي الاهلي، يقول لي النهارده يمكن انت بخبرتك الكبيره طبعا عارف ان بيبقى مجلس اداره متواجد، التكريم والالعاب كلها تبقى متواجده، ده ليه تاثير عليكم قبل انطلاق الموسم؟ شايف النهارده اليوم ده ازاي يا مصطفى؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا حابب في الاول ان انا اشكر مجلس الاداره على الحفله الجميله دي. تاني حاجه، ده انا ده شايفه ان ده ضغط علينا زياده طبعا، ان احنا طبعا ربنا كرمنا ان احنا كسبنا، فلما انت لما هما بيكافئوك باحتفال زي ده ومع فرقه الكوره، فده طبعا بيزود من عندنا الحماس شويه، بيزود ان احنا يبقى عندنا طموحات ان احنا نحقق بطولات، عشان الفرحه حلوه اكيد. يعني قبل ما اروح لعدلي وسيف، عايز اروح للكابتن مودي الجرحي ايضا، كمان واحد من نجوم النادي الاهلي. يقول لي يا كابتن مودي، النهارده يعني اللي بينعكس عليك ازاي النهارده الحضور والتكريم والحاجات المميزه جدا النهارده، شفناها حفله رائعه جدا ومميز جدا يا كابتن مودي. ايوه طبعا، زي ما حضرتك قلت، زي ما الشافعي قال كده بالظبط، دي بتدينا مسؤوليه اكبر طبعا، بتحفزنا جامد على الموسم الجديد ان احنا فوقنا برده ان شاء الله باذن الله نكسب. فدي حاجه طبعا نشكر مجلس الاداره عليها، وان شاء الله بنوعدهم السنه الجايه باذن الله في نفس الوقت ان شاء الله هنكرم باذن الله، احنا كسبانين باذن الله. شكرا. عدلي وسيف، يمكن انتوا الاثنين طبعا ايضا كمان من النجوم، قول لي النهارده حابب تقول ايه، بتشوف النهارده اليوم ازاي، كلمات الكابتن بيبو ازاي، ومحمساكوا ازاي الموسم الجاي، لان ان شاء الله البطولات تكون من نصيب النادي الاهلي. والله الحمد لله، ببارك للفريق طبعا والفرقه كلها، وبقول لهم الف مبروك.
ويا رب دايما ان شاء الله الحفله دي تتكرر السنه الجايه واللي بعدها ويبدا النادي الاهلي دايما رقم واحد. وشايف ان يوم جميل يعني زي ما شايف عمرنا ما هننساه ويا رب دايما كده دايما. الله يكرمك. سيف قول لي النهارده تحب تقول ايه بعد اليوم الرائع ده وبعد انتهاء الحفل المميز ده؟ على ما اعتقد اكيد بينعكس عليكم بشكل كبير جدا. طبعا بينعكس علينا لان ضغط يعني كبير علينا بعد الحفله الجميله ومع كمان الكوره ده جديده حاجه جديده طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي كله. طبعا ضغط علينا ان احنا ان شاء الله السنه الجايه بطولات كلها تبقى بايدينا يعني ان شاء الله ربنا يسهل بقى السنه الجايه باذن الله. شكرا. اكيد طبعا بنشكر كل نجومنا، بنشكر اكيد مجلس اداره النادي الاهلي على الاختيار المميز والرائع النهارده في ملعب مختار التتش تكون احتفاليه بهذا الشكل. مستمرين معاكم اكيد كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات ايضا كمان مع زميلي العزيز امير هشام، لقاءات مع كل لاعبي ولاعبات سواء كره اليد كره السله كره الطائره. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، تابعونا. لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وهذه الاحتفاليه الهامه جدا لكل اللاعبات الرياضيه داخل النادي الاهلي. معايا في هذه اللحظات ابطال النادي الاهلي في لعبه كره اليد سواء غاده حسام او دعاء حلمي. غاده مرحب بيكي في البدايه، ببارك لك طبعا على البطولات المختلفه اللي انتوا حققتوها السنه دي، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن الاحتفاليه النهارده واهميتها بالنسبه لك. طبعا اول حاجه انا بشكر الاداره وبشكر محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الاداره، بشكر الجهاز بتاعنا اللي حقق معانا وكان ليه مجهود في تحقيق النتائج ديت. طبعا الاحتفاليه دي بالنسبه لنا حاجه بنحس بيها بتقدير من مجلس الاداره لينا، وان قد ايه ان هم فعلا في ظهرنا وعايزين يحققوا لنا اللي احنا عايزينه، ودي طبعا بتدينا دافع للسيزون اللي جاي ان احنا نبقى عايزين نحقق حاجات اكتر اللي محققناهاش عشان يبقى في تقدم بالنسبه لنا وكمان يبقى الاداره مبسوطه مننا. حققتوا السنه دي بطولات ايه عشان الجمهور يبقى عارف بالظبط ايه البطولات المختلفه اللي انتوا حققتوها؟ حققنا الدوري العام، حققنا كاس مصر، وحققنا بطوله القاهره. ثلاث بطولات اللي احنا لعبناهم على مصر. بتشاركوا في كام بطوله على مدار الموسم؟ بنشارك المفروض في اربع بطولات، بس السنه دي الاتحاد المصري نزل بس ثلاث بطولات، وهم ثلاث بطولات شاركنا فيهم والحمد لله خدنا فيهم اول. طموحكم بقى الموسم الجديد والبطولات اللي هتشاركوا فيها وان شاء الله مزيد كمان من البطولات؟ ان شاء الله طموحنا عايزين نشارك في البطوله الافريقيه تبقى زياده برضو، وعايزين بطوله عربيه دي تبقى بالنسبه لنا الحاجات اللي احنا حاطين هدف عليها، وان ان شاء الله يعني باذن الله نحققها يعني. ايضا معايا دعاء حلمي طبعا لاعبه النادي الاهلي كره اليد، برحب بيكي في البدايه ومبروك على الانجازات المختلفه اللي حققتوها السنه دي، واكيد احتفاليه النهارده بالنسبه لك كانت مهمه. الله يبارك في حضرتك. طبعا احتفاليه مهمه جدا، نشكر مجلس الاداره استاذ محمود الخطيب اهتمامه بكل الالعاب بكل السنين، مش بس كره القدم، اهتم بكل الالعاب سواء درجه اولى ناشئين لان هم فعلا المستقبل. الجهاز الفني بتاعنا برضو تعب معانا السنتين اللي فاتوا وكل السنين اللي فاتوا، فطبعا نشكر كل الناس دي. انتوا دايما بتحققوا بطولات للنادي الاهلي، لكن تجديد الدوافع دايما مهم بالنسبه لكم، ازاي بتقدروا تجددوا الدوافع عشان تحققوا مزيد من البطولات لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا الحمد لله احنا ابطال الثلاث بطولات السنه اللي فاتت، على مدار السنين اللي فاتت كلها تقريبا ابطال كل البطولات. دايما بنبص ان احنا مش بس مشاركه محليه، دايما بنبص ان احنا عايزين نعمل حاجه في مشاركه دوليه سواء افريقيه او عربيه، عندنا دافع ان احنا نحقق فيهم حاجه، فيعني ده اللي بيدينا دافع ان احنا نكمل ونستمر وان احنا نسيطر على كل البطولات في كل السنين يعني. دايما لازم اختم بالجمهور النادي الاهلي والرساله اللي انتوا حابين تقولوها لجمهور النادي الاهلي دايما واللي دايما بيساندكم بكل قوه. طبعا الجمهور هو اللعيب رقم واحد يعني، احنا اللعب ده كله بيبقى عشان خاطر الجمهور، هو دايما اللي بيساندنا، كان ليه دافع دور معانا كبير قوي في بطوله كاس مصر، كان ليه دافع ان احنا نكسبها وفي كل البطولات، فطبعا احنا بيبقى دايما شايفين اي تعب او اي حاجه ان ده عشان نبسط الجمهور. رسالتك للجمهور ايه؟
طبعا بحب اشكرهم وبحب اقول لهم ان احنا عايزينكم دايما جنبنا وان احنا اسفين على اي تقصير مننا كلاعب هم مثلا شايفينه، بس ان شاء الله يعني اللي جاي هيبقى افضل ونحقق نتائج احسن للنادي الاهلي ان شاء الله. التوفيق دايما. ربنا يخليكم. شكرا. طبعا دي كانت لقاءات مهمه جدا مع ابطال النادي الاهلي لكره اليد سيدات بالتحديد، وشيء اكيد يدعو بالفخر ان اي واحد يكون اهلاوي، ليه لا، او نادي اكيد بيفوز بمختلف البطولات في مختلف الالعاب، وده اللي تعودنا عليه دايما من النادي الاهلي. لكن الاهم ان شاء الله الاستمراريه والمزيد من البطولات داخل القلعه الحمراء. معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي، انما كنتم احتفاليه زي ما قلنا اكثر من رائعه. ممكن زي ما شفنا وتابعنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل نجوم الالعاب الفرديه الالعاب الجماعيه كانوا متواجدين في هذا التكريم. معايا كمان في هذه اللحظات نجمتنا طبعا وبطله العالم الدكتوره جيانا فاروق، طبعا واحده من نجمات النادي الاهلي وبطلات النادي الاهلي. عايز اقول لك طبعا النهارده يمكن يوم بالنسبه لكم يوم رائع ومميز جدا كبطله. النهارده بتشوفي التكريم ده ازاي، الالعاب الفرديه الالعاب الجماعيه النهارده مع كره القدم كلها مجتمعه النهارده في ملعب مختار التتش، بتشوفي النهارده اليوم بشكل عام ازاي يا كابتن جينا؟ والله انا شايفه ان اليوم اكتر من رائع بصراحه، يعني انا ما توقعتش ان هيبقى في تكريم بالكبر ده او ان كل الفرق تيجي بكل الالعاب بكل الابطال بكل البطولات اللي اتحققت في الفتره اللي فاتت. فانا شايفه ان دي حاجه ايجابيه وحاجه بتقوي اكتر الروح ما بين لعيبه النادي الاهلي، يكون ان فرقه مثلا الكاراتيه تيجي وتلاقي هاند بول وتلاقي فولي بول وتلاقي الكوره وكلنا مع بعض وكلنا بنتكرم لنفس الحاجه ولنفس النادي ونفس الكيان، دي حاجه بتزود البوند ما بيننا اكتر. فانا شايفه ان اليوم رائع بصراحه النهارده. بتشوفي كلمات الكابتن محمود الخطيب ازاي النهارده واشادته طبعا باولياء الامور وبيكو على دوركو. كمان عايز اتكلم على اللعبه الفرديه زي ما كابتن بيبو قال اللي فات خلاص يمكن داخل في التاريخ بالنسبه لكم، الجاي هو الاصعب كبطله اولمبيه وكبطله عالم. بتشوفي ازاي الكلمات دي لان الفتره اللي جايه بالنسبه لكم هي الاصعب، مطالبين بحصد بطولات مزيد من البطولات الفتره اللي جايه. طبعا كابتن محمود الخطيب يعني من زمان هو شعار للنادي الاهلي ورمز كبير وكان قدوة لأجيال كتير وقدوة لينا احنا كمان دلوقتي في الفترة ديت. كلماته طبعا بالنسبة لنا كلمات مؤثرة وكلمات مهمة وكلنا هناخد بيها ونحاول ان شاء الله ان احنا ننفذها زي ما قال اللي احنا عملناه اتحط في التاريخ. احنا بنبص لقدام ان احنا نجيب بطولات اكتر وميداليات اكتر للنادي الاهلي وربنا يا رب يكرمنا ونقدر نعمل ده ان شاء الله. تمنياتك ايه الموسم ده على المستوى الشخصي؟ بتتمني ايه للنادي الاهلي؟ بتتمني بشكل عام لكل الفرق الرياضيه ايه الموسم ده باذن الله يا كابتن جن؟ والله على المستوى الشخصي انا بتمنى ان شاء الله ان انا اقدر اجيب باسم النادي الاهلي بطوله افريقيا اللي جايه وبطوله العالم اللي عندنا، وعلى مستوى النادي الاهلي اتمنى ان كل الفرق تحقق اكتر انجازات تقدر تعملها باسم النادي ان شاء الله. ميرسي. شكرا كابتن. نشكر طبعا اكيد نجمتنا الكابتن جيانا فاروق، وهينضم لنا كمان احد نجمات فريق كره السله وكابتن فريق كره السله كابتن دينا عمرو. يمكن النهارده بقول لك النهارده يمكن يوم مميز يوم رائع بالنسبه لكم، بتشوفي النهارده اليوم ازاي، بتشوفي التكريم بشكل عام النهارده ازاي مع الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه وكمان كره القدم النهارده والنجوم كره القدم كانوا متواجدين النهارده. لا هو الصراحه طبعا وجود كره القدم دي حاجه ملحوظه جدا، فكان لازم ان انا اتكلم يعني عليها اول حاجه. اتبسطنا اكيد ان هم كانوا موجودين، مش بنشوفهم كتير طبعا. تاني حاجه التنظيم كان كويس قوي، وحاجه تالت حاجه طبعا هي حاجه فرحتنا جدا انه احنا حد بيهتم بينا، فدي بالنسبه لنا حاجه مش بتحصل فعلا من كتير، كان بتحصل في الفتره الاخيره بس. فالحمد لله احنا مبسوطين وان شاء الله ان شاء الله نحافظ على الالقاب السنه دي كمان، بحيث ان شاء الله لما يبقى في حفله السنه الجايه نحتفل بيها تاني. انتوا كان ليكم انجاز رائع الموسم ده بالنسبه لكم، حققتوا كل البطولات على ما اعتقد انتوا شاركتوا فيها. اللي جاي بالنسبه لكم هو الاصعب، شايفه اللي جاي ازاي بالنسبه لكم، ازاي تقدروا تحافظوا على المستوى المميز ده وترجعوا البطولات من جديد يا كابتن دي؟ طبعا هو كل اللي فات كوم بقى واللي جاي جوم تاني خالص للاسف، احنا لازم طبعا نضاعف مجهودنا، يعني كنا بنشتغل حبه قليلين لازم نشتغل اكتر كتير. وصلنا ان شاء الله في بطوله عربيه في شهر 10، وباذن الله باذن الله هنبذل كل جهدنا ان احنا ان شاء الله يعني نحققها ونعمل فيها كمان شغل كويس ان شاء الله. قولي ايه المجلس الاداره النهارده على الاهتمام وعلى اليوم والحفل المميز ده بالنسبه لكم، لان على ما اعتقد النهارده بيبقى ليه دافع كبير جدا بالنسبه لكم. هو طبعا دي حقيقه ومسؤوليه كبيره جدا، لان هم طبعا واثقين فينا قوي، فان شاء الله احنا مش هنغزلهم يعني، وباذن الله نعمل اللي علينا السيزون الجديد وربنا يوفقنا كلنا باذن الله. ميرسي جدا. شكرا كريم. باي باي. اكيد طبعا زي ما بنقول يوم مميز
حفل رائع جدا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي وكل الالعاب الفرديه والجماعيه. يمكن رانا عليها طبعا واحده من النجمات النهارده كمان متواجده معانا. وليلي النهارده شايفه اليوم ازاي؟ التكريم ازاي؟ كنت متوقع النهارده ان اليوم يبقى بالشكل الرائع ده، تشوفي كل النجوم والنجمات الالعاب الفرديه والجماعيه وكمان كره القدم اللي اكيد بنحط تحتها خطوط عريضه جدا، لان النهارده الالعاب الجماعيه والفرديه وكره القدم بتكرم في يوم واحد. هو طبعا كان حفل جميل جدا، كنا فعلا متوقعين ان هيبقى يعني لما كلنا كده فردي فعلا وجماعي، وكنا متوقعين كمان ان في يعني عندنا ابطال عالم زي الالعاب الفرديه دي اللي هو اول مره يعني نشوفهم ونسمع عنه. طبعا فريق كوره دخل، طبعا كان يعني لا كان تكريم مشرف جدا الصراحه. بينعكس عليكم ازاي والكلمات مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ازاي بيطالبكم اكيد الفتره اللي جايه بمزيد من البطولات؟ بتشوف ان الموسم ازاي بالنسبه لكم؟ لان الحفله دي قبل انطلاق الموسم على ما اعتقد هتنعكس عليكم بشكل كبير جدا ان شاء الله. طبعا هي الحفله دي كانت تحفيز لينا جدا ان احنا عايزين ناخد بطولات ثانيه عشان نكرم زي الحفله زي الحفله دي ثاني. واحنا طبعا بنستعد من يعني احنا بقالنا تقريبا اكتر من شهر بادئين في السيزون يعني ده كان تحفيز ان احنا السيزون اللي جاي ان شاء الله نبتدي جامد. تمنياتك ايه الموسم ده؟ بتتمنوا تحققوا ايه ان شاء الله بشكل عام للبطوله وكل الفرق كمان بيتمنى لهم يحققوا ايه؟ طبعا بنتمنى كل الناس كلها تحقق زي اللي حققته المره السنه دي لو عند اخر حاجه، وكمان يحققوا اكتر، وان شاء الله احنا ناخد بطوله العربيه وبطوله الافريقيه ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لكل نجماتنا وكل نجوم فريق كره السله، الكره الطائره، كره اليد، كل الالعاب الجماعيه والفرديه. النهارده كان يوم رائع ومميز جدا زي ما بنقول، مش جديد ومش غريب على عائله النادي الاهلي النهارده ان تكون كلها متواجده مع مجلس اداره النادي الاهلي في يوم اكثر من رائع. بننتظر ان شاء الله من كل الفرق الرياضيه مزيد من البطولات هذا الموسم، ان شاء الله يكون موسم رائع وموسم جيد وموسم مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. كمان يمكن زميلنا امير النهارده اسمع منك النهارده كلمه النهارده تقول ايه بعد اليوم المميز والرائع ده، لان على ما اعتقد النهارده التجمع ده لاول مره بنشوفه النهارده على ملعب مختار التتش مع الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه. صح يا كريم، الواحد فخور جدا انه اهلاوي بيشوف منظر جيد جدا، احتفاليه اكثر من رائعه، تواجد مختلف الالعاب اللي حققوا بطولات كتير جدا على مدار الموسم الماضي، ده شيء جيد وشيء دافع بالنسبه لهم في ظل تواجد كابتن كبير زي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. كلماته ورسائله اكيد كانت مهمه لكل اللاعبين اللي كانوا حاضرين وموجودين، فاكيد ان شاء الله نتمنى يا كيمو دايما كل التوفيق لمختلف اللاعبات في النادي الاهلي وبالتحديد كمان كرة القدم. احنا مميزش ولا حاجة بس طبعا. كرة القدم بقالنا فترة ما بناخدش بطولة افريقيا، ان شاء الله يكون دافع قوي بالنسبة لهم بعد فوز مهم على فريق تاون شيب، وانت عارف ان شاء الله يكملوا هذه البطولة ويقدروا ان هم يحرزوا هذا اللقب الغالي يا كيمو. بناخد طبعا من كلام زميلي امير، طبعا اكيد بنتمنى النهارده كل التوفيق لكل الالعاب الفردية الالعاب الجماعية وخاصة ان كرة القدم اللي اكيد بتسعدنا وبتسعدنا بشكل كبير جدا. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي منتظرين منه الكثير خلال الفترة القادمة، يوم مميز ويوم رائع جدا 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 بالنسبة لمجلس ادارة النادي الاهلي واختيار اكثر من رائع النهارده لتتويج وتكريم الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه، وان شاء الله يكون مزيد من الانجازات والانتصارات خلال البطولات. عمرها ما هتكمل غير بالجمهور ان شاء الله، نتمنى عودته قريبا جدا للملاعب عشان يساند كالعاده لاعبي النادي الاهلي في مختلف الالعاب مش بس كره القدم. الجمهور هو العنصر الاساسي واللاعب رقم واحد في اي بطوله او اي مباراه بيشارك فيها اي لاعب بيحمل اسم وشعار النادي الاهلي، فاكيد تواجد الجمهور ان شاء الله خلال الفترات المقبله هيكون دافع مهم واساسي بالنسبه كل فرق الرياضيه المتواجده داخل النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق المزيد والمزيد من البطولات المختلفه ان شاء الله لصالح القلعه الحمراء.